وبرضه في تويتر انتشر خبر يقول بأنه كريستيانو رونالدو خلاص الآن في طريقه للرياض لتوقيع عقده مع نادي النصر. أنا ما عندي مشكلة، هل خيال ممكن يصير واقع وراح يفيدنا مشاهدات سياحة، أما أنه ينتشر خبر يقول بأنه كريستيانو رونالدو قبل توقيع عقده شرط على النصر توفير غرفة نوم خاصة في المعسكر، ما يلعب لحاله بعد، شو رأيكم؟ ولا وبدون فريق خصم. بس جد تخيلوا كريستيانو يجي النصر، من قام تهجد مضى ما يدري بفعل النصر، هذا النصر